وقبل لقاء الزورة مع القوة الجوية كورا يستطلع آراء الجماهير لهذه المباراة. إن شاء الله يا ربي الزورة والجوية الدوري كفة والزورة والجوية كفة، فإن شاء الله يا ربي يفرحون فرحون جماهيرهم، لأن لاعبين نادي الزورة هم أبطال، عندنا ثقة بهم عالية، يعني خوش لاعبين، إن شاء الله يا ربي يفرحون الجمهور وإن شاء الله تكون المباراة زورائية. احنا طموحنا ان شاء الله لثلاث نقاط، ونطالب اللاعبين ومصالحه جمهورهم، وتعرف هي مباراه صعبه والفريقين جايين من خساره. والله لازم تعويض، مباراه الشرطه لازم يصالحون الجمهور بثلاث نقاط، والبركه بالموجودين بقياده حيدر عبد الامير، سواء اذا اكو مدرب او ماكو مدرب كجمهور الزوراء وياهم. احب القوه الجويه بجسمي زين وبعمري اشجع الجويه مهما اكون، لو درهم بجيبي اجي اجعل القوه الجويه، وفريق القوة الجوية عريق. واثقين من فريقنا القوة الجوية أن يفوز ويفوز 2-0 إن شاء الله. هدف همادي أحمد وهدف من أحد لاعبين الوسط الغيارة. هو الزوراء والقوة الجوية قطب الكرة العراقية. وإحنا تعرف الجوية صاحبين إنجاز، صاحبين البطولات الآسيوية، العالم العسكري، ونتمنى من الجمهور الكريم اللي راح يحضر للمباراة أن التشجيع يليق باسم الفريقين،